إذا محتاج من زوجتك التعامل الطيب، الكلام الطيب، الرد الطيب، الابتسامة الطيبة، الأخلاق الطيبة، الجمال، الاهتمام، العناية، الدلال، كل اللي عليك تعمله تتعامل معه بنفس هالطريقة، بنفس هالأسلوب اللي أنت بحاجته ومفتقده بعلاقتك معه. المرأة ما بتحتاج من الرجل إلا تقدير حبها واحترامها وعطائها. إذا كانت هي معك معطاءة ودودة لطيفة وعاملتها بنفس الطريقة وقدرتها، بتكون حياتك سعيدة معها. إذا عاملتها بنبرة، بردة فعل سلبية، زعلتها، جرحتها، نومتها وهي عم تبكي، تأكد هاي المرأة هي مستحيل تنسى هذا الفعل. لا توصل لمكان تخليها فيه تحقد عليك. علمها الحب، أعطيها حب واهتمام ودلال، وقدرها وقدر وجودها واحترمها، بترجع لك ياهن مثل ما انت قدمتهم وأفضل. تأكد هاي هي المرأة بهالسهولة تكسبها.